thunderforest.com. تمام دكتور، برضه من ضمن الحاجات بقى عاوزين حاجه، او الناس اللي عاوزين يزودوا التست طبيعي. انا عارف طبعا مش هيوصل لليفل المنشطات ابدا، بس بحيث اللي هو يبقى حاجه يتسندوا عليها. مثلا شباب اذا بدك تزيد التستوستيرون بشكل طبيعي، بنصحكم بمكمل غذائي الزنك، في شيء اسمه دي اسبارتيك اسيد، ان شاء الله حمد حد بكتب لكم اياهم، زنك دي اسبارتيك اسيد، فيتامين د. هذول الثلاثه لازم يكونوا عندك اساسيين، وتهتم بتغذيتك. تمام. هلا طبيعي قد ما زدناها بشكل طبيعي راح تزيد، بس ممكن ما تزيد اوفر، لكن حافظوا هذول المكملات الثلاث. تمام. الناس الهارد جينر يعملوا ايه؟ مشاكل الناس كلها الهارد ان جي... هم يلعب او فهمت محتاج عليك. اكل ويحرق جامد. الهارد جينر، الهارد جينر نصيحتي لكم كل ساعتين كل وجبه، حتى لو بتوصل 6 7 وجبات، واهتم بالتوقيت. يعني خلاص كل ساعتين وجبه، ايش ما كان عندك كل وجبتك. بهالطريقه عن جد رح تتحسن ويزيد وزنك. اذا ما اهتميت باكلك انسى، لا منشطات ولا هرمونات راح تفيدك. رقم واحد اكلك، هذا رقم واحد. والعب يومين اون وريح يوم، يومين اون وريح يوم، اعطي استشفاء عالي من غيرك وكل منيح.